أعلن رئيس مجلس الوزراء تدشين مبادرة جديدة وهي بداية لبناء الإنسان بجميع المحافظات، حيث تتضمن عدة محاور رئيسية مثل تعزيز الأمن القومي وبناء الإنسان وتطوير اقتصاد تنافسي وتحقيق الاستقرار السياسي. كما تركز المبادرة على تحسين النظام الصحي وتعزيز الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين. من قلب ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة، تم الاحتفال بإطلاق مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، والتي تقوم على الاستثمار في رأس المال البشري من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية. تلك المبادرة التي تعد تجسيداً لاهتمام الدولة بالعنصر البشري، وتأتي لإعلان بدء عقد اجتماعي جديد يبرز استثمارات الدولة في مجال التنمية البشرية وبناء الإنسان، ويسلط الضوء على المزيد من الخدمات وأسلوب تقديمها للمواطنين من خلال تضافر وتعاون مختلف الجهات الحكومية في وقت واحد وبصورة تكاملية، وهو الأمر الذي سيسهم في رفع العبء الاقتصادي والاجتماعي عن كاهل المواطنين. طبعا منذ تشكيل الحكومة وتقديم الحكومة البرنامج الحكومة المقدم إلى مجلس النواب، والحقيقة تكليف الرئيس بملف التنمية الاقتصادية والتنمية الصناعية وأيضا التنمية البشرية لمجموعات وزارية مختلفة، الغرض من كل المجهود ده أن يبقى فيه تنسيق كامل ما بين الوزارات المعنية في ملفات مشتركة. طبعا يعني يمكن المشاهد دايما بيشوف ان الدولة عملت بنية تحتية ضخمة جدا، سواء العاصمة الإدارية الجديدة او المدن الجديدة بشكل عام، او التنمية في مجالات الطرق والكباري في بناء الإسكان، بناء الزراعة، في ايضا في مجالات الخاصة بالتنمية الصناعية بشكل عام، ولكن دايما كان السؤال اين الإنسان في هذا المجال، ومن هنا كانت فكرة التنمية البشرية بتكليف من سيادة الرئيس ورعاية كريمة لهذه المبادرة، اللي هي مجرد إطلاق لملف التنمية البشرية لتعريف المجتمع ما هو التنمية البشرية. المبادرة تتضمن عدة محاور رئيسية مثل تعزيز الأمن القومي وبناء الإنسان المصري وتطوير اقتصاد تنافسي وتحقيق الاستقرار السياسي، كما تركز على تحسين النظام الصحي وتعزيز الحماية الاجتماعية. جايين نقول إن إحنا جميعاً بمخططاتنا وببرامجنا المختلفة نقدر نقدم للمجتمع المصري شغل فيه تكاتف وفيه اتساق وفيه وصول إلى تغطية كبيرة جداً للمجتمع المصري بكل فئاته. بنتكلم على الأطفال، بنتكلم على المراهقين، بنتكلم على الشباب، بنتكلم على المرأة، بنتكلم على كبار السن، بنتكلم على فرص للتوظيف، بنتكلم على تمكين اقتصادي للمرأة، بنتكلم على فرص جديدة للشباب. النهاردة عندنا أمل جديد، بنقول إن إحنا مع بعض نقدر نغير، مع بعض نقدر نوصل لكل الفئات الموجودة في المجتمع المصري علشان فعلاً نقول بداية جديدة لبناء الإنسان. إحنا بنتكلم على بداية، وهي بداية الإنسان، وبداية الإنسان بتبتدي بأول 6 سنين من عمره اللي بيتكون فيها 90% من قدرات الإنسان النفسية والذهنية والصحية. المبادرة تقوم من خلال تعزيز الجهود والتنسيق بين جميع جهات الدولة في مختلف أنحاء الجمهورية. تأتي هذه المبادرة في إطار حرص القيادة السياسية على إحداث تغييرات نوعية وبناء الإنسان صحياً وتعليمياً واجتماعياً، إلى جانب توطين مفهوم العدالة الاجتماعية من خلال تبني سياسات حماية متكاملة. جيرمين إبراهيم، التلفزيون المصري.